في كان 2023 تقترب المنتخبات خطوة جديدة نحو الهدف، وبالتالي ينصب الحديث النهاردة عن انطلاق مباريات دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023. أكيد دخلنا في الجد أكتر، المباريات متوقع منها أن هي تكون أكثر قوة، أكثر شراسة، أكثر ندية. أكيد اللي وصل للمرحلة دي بيزداد الإصرار وبيزداد الحلم نحو اللقب. أول مباراة هتكون ما بين نيجيريا وأنجولا، مدربين من نفس البلد برتغال، إذن مدرسة برتغالية هنشوفها على هذه الأرضية. طبعا نيجيريا عملت أداء رائع في الكان وبدأ مستواها يعلى ويرتفع من مباراة أخرى. من الناحية الثانية منتخب أنجولا نقدر نقول عليه من المنتخبات اللي تستحق لقب الحصان الأسود مع كاب فيردي أكيد، لأنه حتى لما تأهل لنهايات أمم أفريقيا كان في التصنيف الرابع. المباراة الثانية هتجمع منتخب الكونغو الديمقراطية مع منتخب غينيا. منتخب الكونغو الديمقراطية أطاح بمنتخب مصر من دور الـ 16، والغريب أن الكونغو الديمقراطية ما كسبتش ولا ماتش في مشوارها خلال هذه البطولة لحد دلوقتي، حتى لقاء مصر كسبته بركلات الترجيح. أما منتخب غينيا هيسعى لاستغلال الروح المعنوية المرتفعة بين صفوفه بعد الفوز على منتخب غينيا في اللحظات الأخيرة. كان مباراة برضو شفنا فيها ندية وشفنا فيها قوة. منتخب غينيا أكيد برضو بدوره عايز يعيد التاريخ من جديد ويتأهل للدور قبل النهائي للمرة الثانية في تاريخه. المباراة كانت الأولى في نسخة عام 1976، ووصل المنتخب بعدها للنهائي عشان يخسر من المغرب. الحقيقة احنا عندنا أكتر من محور عايزين نتكلم فيه مع بعض التقارير الواردة من الوسط الإعلامي الرياضي النهاردة اللي بيتكلم عن مين هيخلف جمال بالماضي. في أسماء ابتدت يعني تعلو وتظهر في الأفق بالنسبة للوسط الرياضي في الجزائر، والحقيقة عندنا ملفات تانية هنتكلم عنها، لأنه الحقيقة النسخة دي إلى جانب أن كان فيها مفاجآت كتير، في أكتر من حاجة لافتة للنظر، وهو أنه في أكتر من منتخب لأول مرة بيوصل لدور الربع النهائي. الحقيقة ده بيعني أنه المفاجآت مستمرة، لأنه ممكن نشوف لقب جديد أو ممكن نشوف حامل لقب جديد بين منتخبات لأول مرة بتوصل لهذا الدور، وبالتالي هيبقى الكلام عن ازاي ربما اتغيرت خريطة الكرة الافريقية تحت هذه البطولة، بطولة كان 2023. ده هيبقى جزء من محور حديثنا في كان 2023. كوت ديفوار بلا شك يعني رجعت من بعيد، أو رجعت من حلم أو من كابوس، وفاقت وأصبحت موجودة في البطولة. أصحاب الأرض قدموا نفسهم بشكل جديد في دور الـ 16. كان في يعني مفاجأة، يعني إنجاز التعبير، حصلت في مباراة كوت ديفوار مع السنغال. ويا ترى الإيفواريين قبل مباراة السنغال ومشوار دور المجموعات الإخفاق كان شعورهم عامل إزاي؟ كانت نظرتهم تجاه منتخب بلادهم والمنظومة بشكل عام كانت عاملة إزاي؟ وبعد مباراة السنغال الوضع كان عامل إيه وإيه ردود الفعل؟ أعتقد هيبقى من المنطقي إن احنا نقيس ردود الفعل من واحد من نجوم المنتخب الإيفواري، وبينضم إلينا عبر سكايب الكابتن فينسنت ديفوني المهاجم الإيفواري، واللي سبق إنه لعب في إمبي المصري وأسك أبيجان الإيفواري، موجود معنا، هنرحب بيه أعتقد على الهواء. فينسنت موجود معنا؟
موجود معنا. فينسن، انا بس مستني الشاشه تظهر عشان نشوف فينسن. وايه فينسن؟ طيب هو فينسن، احنا سعداء جدا بوجودك معنا على شاشه القاهره الاخباريه، واكيد يعني عاصرت المنتخب الايفواري خلال السنوات الماضيه، واكيد ليك حكم على ما تابعته في مباريات دور المجموعات للمنتخب الايفواري. دعنا نبدا في البدايه يعني فينسن، والجمهور المصري يعلم عنك الكثير ويعني لك صولات وجولات في الدوري المصري. بكل امانه، ماذا كانت ردود فعل الإيفواريين وأنت طبعا من ضمنهم تجاه منتخب كوت ديفوار في دور المجموعات الهزائم وربما الأداء غير المرضي، وكيف هو حالكم الآن بعد عبور السنغال حامل اللقب؟ بالفعل بدأنا هذه البطولة، لقد كنا في البداية لم يكن الأداء مميزا بالنسبة للفريق، ولم يكن هناك منافسة، لم يكن هناك حرص أيضا على الفوز بهذه المباريات. لقد امتنعنا أيضا عن الفوز في بعض اللقاءات، وبها رحيل المدرب بدأت مرحلة جديدة. لا أعتقد أننا قد قمنا بعمل جيد من بعد ذلك، لأننا قد حررنا اللاعبين في طريقة اللعب بهم، وقد أثبتنا أننا لدينا الشجاعة، وأننا نتمنى أيضا بالمباراة القادمة ضد مالي أن نقوم بالتأهل وعبور هذه المرحلة. فينسن، قبل مباراة السنغال ما الذي كان يدور في الشارع الرياضي في كوت ديفوار؟ ما الذي كان يتردد؟ هل كنت تتوقع أن تفوز كوت ديفوار على السنغال؟ لا لا، حقيقة أنا لا أعتقد أن الإيفواريين كانوا يعتقدون أنهم سوف يتخطون السنغال، ولكنهم لم يكنوا يعتقدون في الفريق، ولكن أيضا أن هذا الفريق الذي قمنا بمواجهته والسنغال أنه حامل اللقب، وأنه أيضا برحيل هذا المدرب قد هناك حالة من عدم اليقين من أننا سنقوم بتخطي هذا السنغال، لكننا كان لدينا الأمل في أن نتخطى السنغال، وأن المواطنين والإيفواريين لم يكنوا يتوقعون ذلك، ولكن لم نكن نتوقع أن نتأهل ضد السنغال. نعم. وممكن أن نعتقد أنه 40% ممكن من اعتقاد الإيفواريين بأننا سوف نتخطى السنغال. طيب، من من وجهة نظرك هو بطل هذه الملحمة، بطل مباراة كوت ديفوار والسنغال؟ وي. يعني بعد يعني هذه المباراة الملحمية وانتصار كوت ديفوار على السنغال، من بوجهة نظرك هو بطل هذه الملحمة، بطل هذه المباراة؟ في هذه المباراة كان هناك المدافع الإيفواري اللي اسمه فيليب كراسو الذي وإبراهيم سنغاريوسي كانوا الذي تحكم في كل تحركات ساديو ماني، إنه قام بعمل جيد خلال هذه المباراة. طيب، ماذا عن المدرب المساعد الذي تحمل المسؤولية وأيضا يعني حمل راية كوت ديفوار في مباراة عصيبة يعني مصيرية إقصائية؟ حسنا، إنه كان لاعب كرة قدم كبير،
ولم يكن يقوم بعمل أحسن من ذلك، ولقد قام بعمل جيد وقد اطلع بمسؤوليته تجاه هذا الفريق من جعله يشعر بالمسؤولية وبالمنافسة، وقد قام بعمل جيد لأنه كان لاعب ذو كفاءة، وأنه حرص على أن يقوم اللاعبين بفهم المنافسة والتنافسية في المباريات. طيب، هذه البطولة يعني فنسن شهدت مفاجآت كثيرة سواء بالنسبة لكوت ديفوار أو غيرها من المنتخبات، صحيح، وستقابلون مالي. كيف هو الحال داخل المعسكر الإيفواري؟ هل تتوقع أن تعبر كوت ديفوار هذه المباراة؟ ما هي يعني ما الذي يحدث، ما الذي يدور في أذهان المعسكر الآن؟ نعم، إنها كرة القدم، هذه المنافسة قد أظهرت العديد من المفاجآت، وأنه لم نعد نقول أن هناك فريقا قويا وفريقا ضعيفا، لأن كرة القدم لا تعترف بذلك، وأن مصر قد أقصيت، المغرب قد أقصيت، أقصي العديد من المنتخبات التي تعتبر منتخبات قوية. وبخصوص المباراة بين مالي وكوت ديفوار، لا نعرف ماذا سيحدث، ولكننا على الأقل لا أكون أريد أن أكون متفائلا، ولكننا أعتقد عندما وصلنا إلى هذه المرحلة فسوف نقوم بالمقاتلة وأن نقاتل لكي نفوز بهذا الماتش. طيب، هل باتت الأمور مهيئة فينسنت للأفيال للفوز باللقب يعني بعد عبور السنغال أم ماذا؟ لا، لا أعتقد ذلك، يجب أن نكون متواضعين. أنه لعبنا، وأننا يجب أن نفكر في مباراة بعد الأخرى، يجب أن نستبق الأمر ولا يجب أن نعد مباراة بمباراة، ويجب أن يتجهز الفريق للمباراة القادمة، لأنه يوجد هناك فرق قوية كجنوب إفريقيا ونيجيريا أيضا، ولأنه هذا ما أمله، هذا ما أريده، ولكن الموضوع صعب جدا بوجود فرق قوية. وبالنسبة لي فسوف يكون قبل النهائي بين جنوب إفريقيا وكوت ديفوار. فينسنت، قبل الوصول للنهائي إن سمحت الأمور بذلك، كوت ديفوار ربما ستقابل كاب فيردي، وهي واحدة من يعني المنتخبات التي أبلت بلاء حسنا هذه المباراة. نحن نتكلم عن من سيقابله الإيفواريون في هذا المشوار، وعلى الجانب الآخر ربما نيجيريا مرشحة أن تصل إلى النهائي. كيف تنظر إلى هذين المنتخبين كاب فيردي ونيجيريا؟ بالنسبة لي أنا أرى أن كاب فيردي ونيجيريا فرقا قوية جدا، وكاب فيردي قدمت كرة قدم ممتازة، وأنهم يستطيعون أن يصلوا، ولكننا لا نعتقد أبدا في أن لابد أن يكملوا مشوارهم بهذا النشاط وبهذه التنافسية لكي يصلوا إلى النهائي. أنا كنت لاعب كرة قدم، وأعتقد أنه لكي تكمل المشوار فأنت بحاجة إلى أن تكون في فورمة قوية وأن تكمل إلى نهاية المشوار وأن تكون بحالة جيدة في جميع المباريات. أنا أعتقد أن الفريقين كاب فيردي ونيجيريا لديهم خامة جيدة من اللاعبين، وأنهم أيضا يستطيعون الوصول إلى أقصى مدى في هذه المنافسة، لأنهم ديناميكيين في كل مبارياتهم، وأن نيجيريا أيضا فريق قوي جدا أيضا. كل التوفيق لمنتخب بلادك فينسنت في هذه البطولة، تخطيتم حامل اللقب. سؤالي الأخير أو قبل المغادرة، هل ستزور مصر قريبا أم لا؟
نعم أعتقد أننا سوف أكون في شهر مارس القادم، وأعتقد أنني سوف أقوم بزيارة مصر في مارس القادم. ومصر ترحب بك دائما. أشكرك شكرا جزيلا فينسنت ديفوني، المهاجم الإيفواري ولاعب إم بي المصري وأسك أبيجان الإيفواري السابق، شكرا جزيلا لك. خلونا نبدأ أخبارنا الرياضية النهاردة بروي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، اللي رفض يفسخ عقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم من غير ما ياخد الشرط الجزائي بالكامل. تقارير إعلامية قالت أن اتحاد الكرة المصري فوض حازم إمام المشرف على المنتخب للتفاوض مع فيتوريا عشان يتم فسخ العقد بالتراضي بعد خروج منتخب مصر مبكرا من منافسات الكان. المفاجأة أن فيتوريا شايف أنه ما أثرش في حاجة، وأنه اتحاد الكرة لو عايز يمشي لازم يدفع الشرط الجزائي كله اللي قيمته مرتب 3 شهور يعني حوالي 600,000 يورو. على الرغم من أنه المبلغ كبير، لكن في شبه إجماع لدى أعضاء اتحاد الكرة المصري وهو خاص أو منصب في إقالة فيتوريا بعد المستوى الهزيل اللي ظهر بمنتخب مصر في أمم إفريقيا. ولو هنتكلم عن آخر أخبار المنتخب المغربي، ففي حالة من الغموض بتسود موقف وليد الرجراجي من الاستمرار في تدريب منتخب المغرب على الرغم من حالة الغضب اللي مسيطرة على الجماهير المغربية، مش تجاه الرجراجي، ربما تجاه الإخفاق أو الحلم اللي ما كملش. وده طبيعي إن أنت لما تبقى رابع عالم وتبقى من المرشحين مش بس على الورق ولكن في كل المستويات انت الاقدر بالوصول للنهائي فتخرج، فاكيد طبعا بيبقى ليها صدمه. الرجراجي خرج بعد الخساره من جنوب افريقيا وقال انه يتحمل مسؤوليه الخساره والخروج المبكر. عقد الرجراجي مع الاتحاد المغربي كان بيلزمه بالوصول لنصف نهائي كاس امم افريقيا، والرجراجي بنفسه قال قبل السفر لكوت ديفوار انه ملتزم بتقديم استقالته لو ما وصلش للدور نصف النهائي. جنوب أفريقيا اللي كانت السبب وراء خروج أسود أطلس من البطولة عندها منصة صواريخ إنجاز التعبير. اللاعب موكوينا صاحب الهدف الثاني في شباك المغرب من ضربة حرة مباشرة أكد أنه منتخب بلاده لن يتنازل عن لقب أمم أفريقيا. واستنكر موكوينا كلام البعض بأن وصول منتخب جنوب أفريقيا لربع النهائي يعتبر إنجاز، وأنه منتخب الأولاد والبافانا وصل للربع النهائي لتحقيق البطولة. رغم خروج منتخب مصر مبكرا من أمم أفريقيا، لفت اللاعب عمر مرموش أنظار بعض الأندية الكبرى في أوروبا، توتنهام، نيوكاسل. في تقارير إعلامية انتشرت بتؤكد أنه نادي أرسنال كمان انضم ل يعني الانديه اللي مهتمه بالتعاقد مع عمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت بعد المستوى المميز اللي قدمه منفردا مع منتخب مصر في الكان. عمر مرموش مرتبط بعقد مع فرانكفورت لحد 2027، والنادي اللي كان قد انتقل لبدايه الموسم الحالي من فولسبورغ الالماني في صفقه انتقال حر. مرموش قدم مستويات مميزة خلال الكان، بيقدم مستويات مميزة للغاية مع فرانكفورت الموسم الحالي، لعب 25 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 12 هدف وصنع 3. فيما يخص آخر أخبار الجزائر، فجرت تقارير إعلامية جزائرية مفاجأة بخصوص مدرب الخضر في الفترة المقبلة، الفرنسي باتريس كارتيرون من بين المرشحين لتدريب منتخب الجزائر خلفا لجمال بالماضي، وده وفقا لتقارير إعلامية جزائرية. أكدت التقارير أنه كارتيرون مدرب أم صلال القطري الحالي وهو الأقرب لتولي الإدارة الفنية للجزائر.
تعالوا نروح لماتشات ربع نهائي الكان واللي هيبدأ بمباراة قوية جدا ما بين نيجيريا وأنغولا. نتابع تفاصيل أكتر عن المباراة في التقرير التالي. مواجهة من العيار الثقيل ستجمع المنتخب النيجيري مع منتخب أنغولا في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار. منتخب نيجيريا تمكن من الصعود إلى ربع النهائي بعدما نجح في تخطي عقبة المنتخب الكاميروني بثنائية نظيفة، وقد تخطى منتخب النصور الخضر الدور الأول بعدما جاء في وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث استهل مشواره بالتعادل مع غينيا الاستوائية قبل أن يتغلب على منتخب كوت ديفوار المضيف بالجولة الثانية، ثم اختتم مبارياته في المجموعة بالفوز على غينيا بيساو ليتأخر بفارق الأهداف خلف منتخب غينيا الاستوائية المتصدر. فيما تأهل منتخب أنغولا إلى ربع النهائي بفوز سهل على منتخب ناميبيا بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في دور 16. منتخب الغزلان السوداء تصدر المجموعة الرابعة وافتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع منتخب الجزائر قبل أن يحقق الفوز على موريتانيا وبوركينا فاسو. وتحمل مواجهة أنغولا ونيجيريا الرقم 7 في تاريخ مواجهة المنتخبين معا، حيث سبق وأن تواجها معا في 6 لقاءات رسمية سابقة منذ اللقاء الأول بينهما في يناير 1989 ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 1990. وشهدت مباريات المنتخبين معا توازنا كبيرا، حيث تمكن المنتخب النيجيري من تحقيق الفوز في مباراة واحدة، وفازت أنغولا أيضا في مباراة وحضر التعادل في 4 لقاءات. وتعد هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا، حيث لم يسبق أن تواجه المنتخبان معا في البطولة من قبل. إلى جانب مباراة نيجيريا وأنغولا، في مباراة تانية في ربع النهائي هتجمع بين الكونغو الديمقراطية وغينيا في لقاء قد يكون طرفيها مفاجأة، عشان وصولهم أصلا للدور ده من الأساس كان مفاجأة حسب يعني المراقبين. وفي إحصائية غريبة، منتخب الكونغو لم يحقق أي فوز في طريقه لربع النهائي، حقق 3 تعادلات في المجموعات وتجاوز مصر من خلال ركلات الترجيح. في لقاء يصعب التكهن بنتيجته، يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الغيني ضمن منافسات الدور الربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار. منتخب الكونغو الديمقراطية تمكن من إقصاء المنتخب المصري من دور 16 بعد الفوز عليه بركلات الترجيح. منتخب الفهود تأهل من الدور الأول في وصافة المجموعة السادسة بالتعادل في 3 مباريات مع زامبيا والمغرب وتنزانيا وحصل على 3 نقاط. ويسعى منتخب الكونغو الديمقراطية إلى تحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية من الكان، ورغم وصوله إلى دور 8 إلا أن منتخب الفهود لم يحقق أي فوز في مشواره بالبطولة. ويمكن للمنتخب الكونغولي التفاؤل بمواجهة غينيا، حيث واجه غينيا في مستهل مشواره بنسخة عام 1974 في مصر، وهي النسخة التي توج بها للمرة الثانية في تاريخه بمسمى زائير قبل التحول للاسم الحالي للبلاد الكونغو الديمقراطية. على الجانب الآخر، تمكن منتخب غينيا من تحقيق الفوز على غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل في دور 16. منتخب الأفيال الوطنية تأهل من الدور الأول باعتباره واحدا من أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات 6 بالبطولة، وخاض الفريقان في أمم أفريقيا 3 مباريات وجها لوجه. فاز منتخب الكونغو في 1-2 تحت اسم زائير في نسخة عام 1974 بمصر، وفاز منتخب غينيا في مباراة واحدة بنفس النتيجة في نسخة عام 2004 بتونس، فيما سيطر التعادل بهدفين لمثلهما على مواجهة الفريقين في نسخة عام 1970. في نسخة 2023 الحالية في أمم أفريقيا شفنا أرقام كارثية للمنتخبات العربية رغم مشاركة 5 منتخبات في هذه البطولة، وكانت هي النسخة الثالثة اللي بيوضحها المنتخبات العربية مبكرا
ما قدروش ان هم يتأهلوا لربع النهائي اللي هيشهد مشاركة 8 منتخبات مختلفة عن ربع نهائي النسخة الماضية في الكاميرون، وكمان شهد دور المجموعات أرقام مختلفة. تعالوا نتعرف على بعض منها. أهلا بحضراتكم من جديد على شاشة القاهرة الإخبارية. كان 23 مكملين مع حضراتكم في هذه الفقرة التحليلية في صحبة نجم النجوم كابتن تامر بجاتو محلل القاهرة الإخبارية. منورنا كابتن تامر. أهلا بيك يا محمد، وبنبسط لما أكون معك كده نقعد نتكلم عن الكان. أكيد، وبالحديث عن الكان في شوية حاجات كده أعتقد المفروض إن احنا نحطها كده قدام عينينا، لأنه أو أعتقد من الصعب أن هي تعدي كده مرور الكرام، خاصة المنتخبات اللي تأهلت لدور الثمانية. يعني واحدة من الحاجات اللي لفتت للنظر، ودي بقى ما جاتش، يعني عارف لو منتخب عدى كده فنقول جات معاه كده، بس أنت عندك هنا المرة دي 8 منتخبات اللي تأهلوا لدور الثمانية ما لهمش علاقة خالص باللي تأهلوا في النسخة اللي فاتت، يعني بتشوف وشوش جديدة. فاحنا هنا عندنا دي جزئية، ان انت بتشوف وشوش جديدة بتذهب الى دور ربع نهائي، وده ما حصلش قبل كده او بالمقارنة مع النسخة اللي فاتت. وزيد على ده كمان ان في 4 منتخبات من الثمانية دول، احنا هنا بنتكلم عن مالي وغينيا وانجولا وكاب فيردي،
أول مرة أصلا يصلوا إلى هذه المرحلة، وبالتالي عندك احتمالية أن في أربعة جداد واحدة منهم بيتأهلوا ويتواجوا باللقب، يعني دي كمان إحصائية فوق الإحصائية. ده بالنسبة لك يعني يا كابتن تامر؟ لا، كل دي مؤشرات طبعا دول على كذا حاجة يعني. لكن احنا قلنا من البداية ان البطولة من دوري مجموعات واضح جدا ان في صحوة هنقول او طفرة للمنتخبات اللي كنا فاكرين هي صغيرة، ولما تبقى واضحة على كذا فرقة مش مجرد فرقة واحدة يبقى الموضوع محل دراسة. تاني حاجة ان مش مجرد برضو بيكسبوا خلاص، لا، دي فرق بتلعب باحترافية شديدة جدا، بتلعب كرة بجد، في شغل تكتيكي عالي جدا، في تحكم على فترات على مدار الشوط او على مدار الشوطين اعضاء المباراة كاملة ومن مباراة لمباراة في مستوى ثابت. فده وده يمكن كان يغلب على كل الفرق اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي وصلت، هتلاقيها لحد ما كلها مستوى ثابت تقريبا في كل الماتشات ما عدا طبعا كوت ديفوار، اللي كوت ديفوار اساسا جت من ورا الشمس زي ما بيقولوا، هي كانت بره اصلا. ايوه صحيح. وكوت ديفوار كانت مرشحه من البدايه اساسا هي مستضيفه، وعنده طبعا بعض اللعيبه، ولكن كل التوقعات في البطوله دي كلها طلعت غلط يعني مؤخرا، يعني اخر حاجه كانت السنغال والمغرب خروج البطل وهي دي يعني نقطه مهمه جدا اعتقد كل اللي بيتفرج من متابعي ومن مسؤولي الكره في اتحاداتهم انه لا يعني في هنا جرس انذار، يعني مش منتخب واحد من ثمانيه جت معاه كده فعدى ووصل لدور ثمانيه، انت عندك ثمان منتخبات مختلفة بيصعدوا لدور الثمانية ما حصلتش في النسخة اللي فاتت، أربعة منهم ما أصلا لم يتوجوا باللقب، فدي عناوين كده المفروض. أربعة ما وصلوش أساسا للمرحلة دي قبل كده، ما وصلوش النهائي ولم يعني لم يعني يتوجوا باللقب، فدي كل دي مؤشرات معناها إن في حاجة مش ماشية بالصدفة أو بالبركة أو باللي هو بالاجتهاد الشخصي، يعني في فكر وفي مجهود وفي دراسة وأكيد في حاجات كتير، ما هو مش واحد ده تمانية وأربعة منهم ما توجوش قبل كده، باينة جدا واضحة من الشغل ومن اللعيبة، كمية اللعيبة اللي بقت محترفة في البلاد الصغيرة اللي هو واضح انهم بقى لهم فترة بيصدروا لعيبة علشان يرجع لهم على المنتخب بالمنظر ده، مش هتيجي في سنة يعني، لو ممكن انت تقدر في سنة تصفر لعيبة وتلعب وتبقى كويسة وترجع المنتخب ما بيحصلش طبعا، فواضح انها بقى لها فترة بقى لها سنين شغالين على بروجرام معين، واضح جدا يعني فرقة زي أنجولا، فرقة زي غينيا، فرقة زي موريتانيا، فرقة زي كاب فيردي، دي كانت يعني بعيدة. انت عارف يا كابتن تامر اللي انا شايفه ده بيفكرني او اشبه بايه، احنا كنا زمان بنقول لك مثلا السيارة الالماني، السيارة الامريكي، السيارة اللي معرفش الفرنساوي لا غبار عليها وما تبصش في اي حتة تانية، انا مش بسوق لحاجة معينة، وكنا دايما بنقول ايه الصيني سيبك منه، الصيني دلوقتي سحب البساط وابتدى يشتغل على نفسه وابتدى يقول لك انا موجود، فاهم؟ اصبحنا دلوقتي كنا بنتكل على الماضي وانجازات الماضي والبطولات والاسماء والتاريخ، وسبنا الشغل الجد اللي على الارض اللي هو انت تشتغل وتحط رؤيه وتعمل وتسوي، واصبحت المنتخبات اللي كنا بنقول ده ما تبصش ليهم وما تفكرش، خليك في وخليك هنا انت صاحب المجد وكده، واصبح الامر في سباق، وانا مش عايز اقول لك ان احنا يعني هم سبقوا يعني منتخبات صغيره، مش عايز اقول لك ان هم سبقوا، بس خلاص اشتغل على نفسه وما تقوليش ان انا منتخب صغير تاني. بص، في منتخبات عندها مشاكل وفي منتخبات كان عندها مشكله في التعامل مع المباريات، في فرق بين ده وفي فرق بين ده. المنتخبات اللي عندها مشاكل وكانت واضحه من البدايه خالص منها منتخب مصر، تونس، الجزائر، غانا، منتخبات اللي هي مفروض عندها لعيبة وعندها واضح ان هم متأخرين جدا في صناعة الكورة، واضح جدا. المنتخبات اللي خرجت بس ما عندهمش مشكلة زي السنغال وزي المغرب، لا، كرتهم قوية من البداية، عدوا دور المجموعات بقوة، جايبين جوان كتير، حتى الماتشات اللي خرجوا فيها هم يعني السنغال كانت هي اللي واخده المبادره على كوت ديفوار، هي اللي سجلت الاول على مدار الماتش، كانت الى حد ما
هي السنغال، ولكن كان في تعامل مع الماتش ده غلط، ومع طبعا مساعدة ان كوت ديفوار يعني كان في زي تعالي شوية على في المباراة دي، لكن ما عندوش مشكلة في صناعة الكورة. ماشي. فالسنغال، السنغال لما بص لمنتخباتها كلها عندها صناعة بقى لها فترة طويلة، نموذج يحتذى به، نموذج قوية جدا. تمام. الأداء، ولكن خروجها من ماتش ما يخليهاش ان هي وحشة او نقدر. ماشي. المغرب كذلك، المغرب لغاية آخر ماتش اللي خرجت منه المغرب هي المتسيدة المباراة، ضيعوا جوان كتيرة جدا وانفرادات وبينالتي أشرف حكيمي طلعوا بره، فده برضو هنقول في ما عملش حساب الفرقة اللي قدامه، ما ادهاش الأهمية اللي مفروض يديها لها، فده في مشكلة في تعامل مع ماتش ما ويخرجه نوك أوت، طبيعي جدا وبيحصل. ولكن في مشكلة في البلاد بقى اللي احنا كلمنا عليها من ضمنهم مصر، ان في مشكلة في الأداء واضحة جدا من أول ماتش، التعادلات بيعدي، ولكن الأداء في مشكلة، يبقى الصناعة فيها مشكلة، في مشكلة في شكل الفرقة، شكلها في التعامل مع المباراة، اللعيبة، الإصابات، اللياقة البدنية، ففي مشكلة كبيرة في الصناعة. فعشان نفرق بين المنتخبات اللي خرجت نتيجة التعالي أو نتيجة عدم احترام الـ وممكن نقول إن ده استثناء كابتن تامر، ده استثناء اللي هو السنغال والستة التانيين، لكن كل المرشحين الجزائر وتونس ومصر وغانا، وفي فرق كتير لا كانت يعني الكاميرون، كل دول لا في عندهم مشكلة. وهل ده يعني أنا مجرد بطرح، يعني هل ده بي بي بيوضح أو بيجسد فكرة إنه ما هي الأسماء اللي أنت ذكرتها دي، مصر وتونس الجزائر كاميرون كلها غانا، كانت مرشحة، كلها كانت مرشحة نظرا للتاريخ، كلها كانت مرشحة لا للتاريخ، أو هل نظرا للتاريخ ونظرا للماضي والأسماء، ولا وحتى ترتيبهم في تبع الاتحاد الدولي في يعني تصنيفه والتصنيف، يعني هل ده نظرا لكل المؤشرات اللي على الورق دي؟ كان لسه ما ظهرش. النهاردة عندنا بطولة ظهرت فيها نتيجة 3 4 أو 5 سنين فاتوا من البلاد اللي احنا بنقول عليها، كنا بنقول عليها صغيرة ومش مهتمين، اشتغلوا في الظل كده زي ما بيقولوا، طلعوا السنة دي بقوة شديدة جدا، ما قدرتش تجاريهم لأن هم فعلا بيلعبوا كرة كويسة وعندهم أداء وعندهم سكواد جوه وبره، فواضح إن في سيستم، واضح إن في نظام، واضح إن في طريقة لعب بيلعبوا بيها، ودي اللي عشان كده ما عرفوش المنتخبات اللي ما طورتش من نفسها، او زي ما انت بتقول بتلعب على التاريخ او بتلعب على الهيبه. البطوله دي لغت القصه دي خالص، والبلاد اللي مش هتحط سيستم او هتحط مش هترمي اساس، هترمي اساس هتبقى هشه، هتلاقي نفسها مش موجوده تماما، زي ما بلاد كتيره جدا قعدت فتره طويله مش موجوده خالص على الساحه بعد ما كانت قويه جدا. النسخة الحالية اللي كان برضو شفنا فيها أكبر عدد من الأهداف المسجلة من ركلات الترجيح 13 هدف، وبكده بتتخطى الرقم القياسي السابق ب 11 هدف في نسخة 2008 و 2021 النسخة الماضية، احتساب 17 ركلة جزاء حتى الآن في البطولة، تاني أعلى عدد إجمالي في نسخة واحدة لكأس أفريقيا بعد 2021، مع لسه تبقي متبقي 4 مباريات. هل ده بيشير لشيء ما بالنسبه لك؟ بص يعني هو ممكن يشير الى ان في بقى في الوصول لل 18 بقى اكتر اكيد، وفي نفس الوقت الـ 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 الخشونه وده طبيعي، يعني ان دلوقتي بقى في الكره الافريقيه عامه دايما بتبقى فيها نوع من القوة والسرعة ساعتها المفرطة شوية، ولكن ده يدل ان بقى في دخول جوه ال 18 بأريحية شوية، ما دي نتيجة برضو الخطط وفتح الملعب، حاجات كتيرة جدا بتخليك الاندفاع كمان بيخليك ان انت تفتح حتت كتير وخليك توصل هنا. ده معناه ان فنيات الكرة الافريقية ارتقت؟ لا خلي بالك برضو، خلينا نرجع ان الفار فرق جامد قوي، يعني الفار فرق جامد جدا في احتساب ضربات الجزاء، لان في كور كتيره ما كانتش بتبان، يعني يمكن في حوالي 5 ضربات او 6 ضربات جزاء كلهم الفار بيجي ينصف هاندبول، وبنرجع للفار ما بتبانش في الاول.
وكذلك الركلات برضه في كتير كتير جدا الحكم ما حسبهاش بيرجع للفار لما الكره بتطلع. فخلينا نقول ان الفار فارق جامد جدا في قصه ضربات الجزاء، وفارق جامد جدا في التسلل. طيب واحده من مباراه ربع نهائي انجولا ضد نيجيريا في مباراه او لقاء برتغالي خالص على مستوى المدربين، تعليقك على هذه الجزئيه؟ ماتش انجولا ونيجيريا طبعا على الورق، نرجع نقول تاني على الورق لان قصه الورق تاني نرمي الورق ده نكرمشه كده ونرميها. يعني الوحيده اللي ممكن هنقول ان هي على الورق قويه هي نيجيريا، معهم اسيمان طبعا، واسيمان عليه مشكله كبيره جدا دلوقتي ان هو كل النجوم بتوع افريقيا او اللي كان محطوط عليهم العين ولمنتخباتهم انهم هيعملوا اللي هيصنعوا الفارق، او من اول صلاح لغايه محرز وزياش وحكيمي وماني، كل دول كله خرج بدري. فأوسمان الوحيد اللي مكمل، هو احسن لاعب السنه دي في افريقيا، فعليه حمل كبير جدا. هل هيقدر يعمل ده؟ ولو عملها هتبقى بالنسبه له طفره رهيبه، وانا شايف ان بالنسبه له المجال مفتوح، خاصة ان هو ما كانش مفيد قوي في الماتشات اللي فاتت، بالعكس ده اهدر كام كرة ما يضيعوش. هو عمل اسيست تقريبا بس، لكن في كل لكن كله كان مستني ان اوسمان احسن لاعب في افريقيا السنة دي ان هو يبقى قريب يتوهج اكتر من كده، قريب من الهدافين، يصنع الفارق بجد، او يبقى هو محط الانظار. هو كان بعيد ولكن قدامه فرصة دلوقتي ان هو ماتش في التاني يحط نيجيريا في النهائي، لا الموضوع هيختلف تماما بالنسبة له، فعنده فرصة رهيبة وفي نفس الوقت عليه ضغط كبير جدا. طيب اقتبس كده جزء من حواري مع جونزالفيس المدير الفني للمنتخب أنجولا منذ أيام، اللي أول حاجة السمة الواضحة التواضع عامة مع المدرب، تصريحات دقيقة مش فضفاضة مش تحمل معنيين، مركز واللي لفت نظري ان هو بيتعامل مع المباريات وكانها دوري، بيقول لك لحظ الثلاث نقاط، يعني مباراه الاقصائيه بيقول لك احنا عايزين نكسب عشان حظ الثلاث نقاط. مدرسه برتغاليه، المدرب النيجيري بسيرو برضو مدرب برتغالي. انت شايف انه نيجيريا كفتها ارجح، ولا انت يعني فنيا بتتعامل معها على الورق؟ هنقول نيجيريا كفتها ارجح زي ما قلت لك، معهم اوسيمان احسن لاعب في افريقيا السنه، فطبعا هنقول على الورق ان هم اقوى، وفعلا هم فرقه قويه ومنظمه وقريبين، يعني كتله واحده، ودي كل الفرق على فكره اللي وصلت منظمين جدا دفاعيا، ودي اقوى حاجه، لان انت طول ما انت دفاعك قوي طول ما انت تقدر تجيب جون في اي وقت. مدير الفني منتخب انجولا قال لك انا بلعب على الفوز، وكان صريح كده واضح، يعني الرؤية واضحة طبعاً. والاتجاه واضح، يعني مش مخضوض من الموقف أو من الحدث. الفوز ملوش دعوة بالهجوم، يعني الفوز هو الفوز. ازاي انت دلوقتي عندك تولز بتلعب فرقة أقوى منك، ممكن تكسبها، مفيش حاجة اسمها ما اقدرش اكسب اي حد، لا اقدر اكسب اي حد طالما ان انا فرقة منظمة وصلت لهنا، يبقى انا اقدر اكسب حتى لو اللي قدامي أقوى مني. لازم هنا بقى نقول الدراسة هنا، ان الفريق كبير يدي يحترم الفريق اللي قدامه جدا، وهو ده اللي يمكن وقع فيه شويه السنغال، وقعت فيه المغرب، ان خلاص انا الماتش ده معدي، عندي حلول كتير، عندي لعيبه اقوى بكتير، انا احسن حاجه، انا دي بتبقى مشكله جدا. لو نيجيريا ما احترمتش جدا انجولا ودرستها كويس جدا، هتبقى في مشكله كبيره في الملعب، مش لان الفرق دي فرقه منظمه، وزي ما بنقول كده دايما الفرق اللي بتبقى اقل شويه او لسه ما عملتش تاريخ كبير، دايما بتلاقي المدربين واللعيبه بتوعهم بيبقوا لو بروفايل كده، تلاقيهم هم ايه ما بيتكلموش الأضواء كتير، الاضواء مش مسلطه عليهم، وبيعمل في صمت. ايوه، والتصريحات اللي بيقولها ما بتبقاش تصريحات ناريه قوي، ليه؟ لان هو ما هوش ده، فما يقدرش يعمل كده قوي يعني، بيبقوا لسه كده، ولكن بعد كده هتسمع يعني. بعد كده احنا المنتخبات دايما لما ياخد بطوله او حاجه بتحس دايما بقى ان هو حس بنفسه قوي، يبدا التصريحات تبقى قويه شويه، لكن ده سمه المنتخبات الصغيره. طيب المباراه الثانيه برضو اللي هنتكلم عليها، كونغو هتصطدم بغينيا بعد طبعا ما
يعني كونغو عملتها وقدرت ان هي تقصي او اقصت مصر المنتخب المصري عن طريق ركلات الترجيح وتواصل مغامرتها في البطوله. انت بتنظر الى هذه المباراه ازاي برضو مباراه الكونغو وغينيا؟ يعني انا شفت الكونغو في مباراه مصر بالذات ما كانوش احسن حاجه، ولكن مش هعرف اقارن ده لان مباراه مصر كانت مباراه غريبه جدا واحنا كنا وحشين جدا برضو. فالماتش كان كله فيه نوع من العك، حتى الجون اللي جابوه منتخب مصر يعني سرقوا الجون كذا، بيقولوا منتخب مصر كان بره الجيم تماما. يعني ف جاي اللي هو ما كانوش واقفين صح، لكن ما شفتهمش اقوياء قوي بالدرجه دي. غينيا الى حد ما منظمين اكتر، عندهم حلول اكتر الى حد ما، ولكن الفرقتين منظمين اقوياء برضو. هرجع اقول لك تاني نص ملعب، وان كان غينيا عندهم برضو الدفاع اقوى شويه، فانا شايف الماتش الى حد ما متكافئ، ولكن غينيا الاقرب. ولكن زي ما نقول كده المباريات دي بالذات ما 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 ما, ما تقدرش يعني ما تقدرش تتنبأ، وبعد كده كل التوقعات والتنبؤات يعني بتاعت اهم ناس في العالم السنه دي لا يمكن يكون حد توقع اللي احنا شايفينه ده خالص. طيب يعني واحده من المباريات اللي انا حابب اتفرج عليها هي مباراه كاب فيردي وجنوب افريقيا الناحيه الثانيه بقى النص الثاني من من الدور ربع النهائي. يعني واحنا شايفين على الشاشه دلوقتي الخريطه لدور ربع النهائي، كاب فيردي انت كنت يعني من اول ماتش بصراحه مبسوط بيهم، شفت فرقه بتلعب كره بجد، يعني شفت لياقه بدنيه عاليه جدا، اطوال شويطه بكره كويسه، عندهم حلول، الباكات ورا اطوال جدا وواقفين بشكل كويس قوي، خطوطهم متقاربه، عندهم حلول من على الاطراف، عندهم حلول من العمق، بيشوطوا من بعيد، يعني عندهم. فاستغربت من الفرقه دي، لكن قلت يمكن تكون طفره اللي هو اول ماتش ولسه الحماس بتاع اول ماتش وكده، ولكن تصدر مجموعته بالظبط، تصدر المجموعه مع ناس مش منتخبات كبيره وعندها خبره، حتى لو كانوا مستواهم التكتيكي او الفني قل شويه ولكن عندهم خبره كبيره جدا. فكون منتخب يعدي المجموعه دي اول، لا يبقى عنده ويكمل بعد كده ويكسب تاني، لا يبقى عنده برضه تاني. وان كان قابل مثلا فرقه زي موريتانيا برضه كانت فرقه منظمه جدا وفرقه قويه، مش فرقه ضعيفه زي ما كانت في الاول. فانا شايف ان كاب فيردي من ناحيه طبعا اقوى بكتير، لان انت عندك بقى مالي وعندك كاب فيردي وعندك جنوب افريقيا، عندك كوت ديفوار، عندك الناحيه دي حاجه. الناحيه الثانيه هنقول ان نيجيريا هي الدنيا اهدى شويه، ولكن يعني فرصه للمنتخبات اللي الناحيه دي ان هم يعدوا، ان كان نيجيريا هي عليها السبوت. لكن مالي عندك فريق قوي جدا جدا بصراحه، منظم جدا ونص الملعب بتاعه قوي جدا والدفاع. وانا شايف ان البطوله دي الاقوى دفاعيا واللي عنده سكواد بره لياقته موجوده ويقدر يعمل بدائل، لان الالتحامات بقت قويه جدا، اللياقه بتفرق جامد جدا. الماتشات كلها تقريبا هتروح للاكسترا تايم، لان زي ما شفنا كده ماتشين او ثلاثه كلهم راحوا لضربات الجزاء. فده واضح ان المستوى متقارب. هنا تدخل المدير الفني، اللياقه البدنيه هتفرق جامد جدا، الاصابات طبعا، فلازم يبقى عندك كيفيه التعامل مع المباراه. فانت ممكن تلاقي لعيبه كويسه جدا واقوياء، ولكن ممكن المدرب والمدير الفني يقول لك لا استنى شويه، لان انا مش عارف هكمل 120 دقيقه ولا لا، الشوط الثاني يحصل ايه، حد هيتصاب، حد هياخد انذار تاني. فعندك حسبه ثانيه غير حسبه مين بيلعب كره احسن. ما انت ممكن لعيب او اثنين يخرجوا من عندك او ثلاثه من الاساسيين نتيجه الاصابات، نتيجه اللياقه البدنيه. فبتتدخل هنا نمره واحد اللياقه البدنيه، تاني حاجة إدارة المدير الفني للمباراة. طيب على ذكر إدارة المباراة، في مدير فني مساعد تحمل مسؤولية القيادة، احنا هنا بنتكلم عن منتخب كوت ديفوار أمام السنغال في مباراة مصيرية
الراجل بعد إقالة جاسي خد زمام الأمور وشفنا له مباراة أعتقد شبه مثالية. طبعاً أعتقد الماتش ده ما تلعبش بقوة الدفع أو ببركة اللعيبة بس اللي موجودة، خاصة وأنه ما قبل هذه المباراة كوت ديفوار يعني شيء تاني أعتقد يعني غير مرضي للجمهور. فهل ده ميلاد مدرب جديد؟ أكيد، يعني هو أكيد أن الفرصة اللي جات له دي جات له كده زي ما بقول out of the blue، يعني فجأة كده لقى نفسه محطوط هنا نتيجة تسرع الاتحاد ان هم لسه عارفين يعني في امل، وحتى لو امل ضعيف جدا بس حصل فما حسبوش الحسبة دي، ولكن جت معهم بحاجة ايجابية انه وان كان المدرب برضو ما نعرفش ما قدرش احكم الماتش ده لان تنساش ان يعني عمل تبديلات، ما هو تبديلاته كانت مؤثره قوي في الدور في الشوط الثاني. ما احنا دايما نقول المدرب اختيارات تكتيك تعديل رؤيه في الملعب كل الحاجات اللي انت اكيد عارفها يعني. انا معاك، بس انا من وجهه نظري ممكن تكون غلط ممكن تكون صح، ولكن وجهه نظري ان السنغال كانت ماسكه المباراه في الاول، احرزت هدف في اول 3 دقائق ف الشوط الثاني قلب الدفع. ما هو هنا بقى هنا لازم فنيا لو اجيب لك الماتش بالظبط بالدقيقه هقول لك بعد الجون السنغال هي اللي تراجعت، ودي بقى مشكله مدير فني السنغال. هل هو كان عايز بقى يمتص الهجوم والحماس اللي هيحصل وما قدرش، ولا هل هو ان احنا ما فيش خلاص احنا جبنا جول فالتاني جاي والتالت جاي فتراجع، ففي سوء اداره من السنغال مش تفوق من كوت ديفوار من البدايه، بدليل ان احنا يعني جابوا كانوا هيجيبوا جون في اول دقيقه وبعد كده بعد 3 4 دقائق جابوا الجون. فدي هنا دي كانت فارقه. انا من وجهه نظري ان لو ما كانش السنغال جاب الهدف بدري كده كنت هتشوف مباراه ثانيه خالص وكانت السنغال هتعدي. طب احنا في ثانيه لثانيه خلاص بنختم، هل رجراجي مدير فني منتخب المغرب يتحمل مسؤوليه خروج الاسود؟ طبعا يتحملها 100%. لازم هو يتحملها، انك لازم يتعامل مع الماتش نفسيا مع اللعيبه ويعد اللعيبه نفسيا قبل الماتش بقوه اكتر من كده. بشكرك شكرا جزيلا نجم النجوم ونجم الملاعب المصريه كابتن تامر بجد، دايما منورني دايما. أشكرك. قيمه مضافه على الشاشه. شكرا جدا، شكرا جدا. كلام بيحلو وبيسرع والوقت بيجري بس هو ده حال الهوا، وان شاء الله مكملين مع بعض. بشكرك شكرا جزيلا كابتن تامر، يعني دائما هنكون متابعين وفي قلب الحدث. كان 23 لسه مكمل معنا دور الثمانية، هيكون في مفاجآت ولا لسه؟ أكيد هنتابع خلال الحلقات القادمة. أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، لكم مني كل التحية، دمتم في أمان الله.